بانطلاقة هذا الميدان، ميدان التحدي. إذا متابعينا عبر شاشات قناة البدع، نذهب معكم وبحضراتكم إلى أول المراكز لأتابع المقدمة والصدارة. هذه هي تحذير من أيضا أطلقت الإنذار والتحذير مبكرا بانطلاقتها. تعود الملكية لهجة شحانية، يقودها المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني التواجد مع الدوحة والروحة للدوحة. مع المركز الثاني تعود الملكية لهجة الشحانية، يقودها المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث التواجد من انتباه، وصلت انتباه على ثالث المراكز، تتباهى بشعارها وتنطلق. مع المركز الثالث تعود ملكية انتباه لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، ويقودها الشاب الوسيم حمد بن لزيوح المري. مع المركز الثالث، المركز الرابع أتابع انطلاقة رابع المراكز من الجانب الأيمن، العنود من تثبت الوجود بانطلاقتها، عنود الصيد تنطلق بهذه اللحظات. صادتني وانا مصاد، تعود ملكية العنود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، يقودها المضمر محمد بن علي بن حسين آل جرحب المري. من يتابعها بهذه الانطلاقة الجميلة مع المركز الرابع، لنتابع النداء مع المركز الخامس. يا لحالات الصدف، من تحمل الرقم 5 أسطورة وصلت وانطلقت مع الأسماء الخمسة المتقدمة لتسطر لنا أبيات جميلة بانطلاقتها. مع المركز الخامس وضعوا لنا الصورة على أسطورة. تعود الملكية لهجة الشحانية، محمد بن خالد عطية من يديرها بعملية تضمير. إذا نتابعها على الكادر الأسفل في صورة جميلة ولقطة مميزة. هذه هي أسطورة مع المركز الخامس. إذن مع ختام ميدان الأول للأسماء الخمسة المتقدمة، نعود إلى الصدارة مشاهدينا الكرام. متابعينا الأعزاء، لنتابع مجريات أول المراكز، ماذا جرى مع الصدارة؟ لم يتجدد أي جديد. هنالك تحذير على الصدارة، تحذير على المقدمة. هجر الشحانية هي من تمتلك تحذير، ولكن من الذي يحذر؟ سلطان بن محمد الوهيبي، من يبعث التحذير للأخوان المشاركين والمتابعين لهذه الانطلاقة. المركز الثاني، هذه هي الدوحة مع المركز الثاني. تعود الملكية لهجر الشحانية، يقودها الذهبي سالم مظهران المري، مع أيضا خير مضمر شاب من أيضا فطاحلة المضمرين الخبراء، من يقدم لنا الأسماء الجميلة ومن أيضا يعشق الذهب بانطلاقة هذا الشعار الأدعم. شعار هجر الشحانية، شوارد هجر الشحانية، إمبراطورية هجر الشحانية، وماركة الشعار العنابي. المركز الثالث، أرى العنود على ثالث المراكز تنطلق متسللة من مركز إلى مركز. تعود الملكية، هنالك من تسللت بهذه اللحظات، من استعادت أمورها مع المركز الثالث. تتواجد انتباه، تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، يقودها بالتضمير حمد بن لزيوح المري. المركز الرابع أتابع تواجد الدرعية، وصلت الدرعية لأول نداء لتنضم على الأسماء المتقدمة بطريقها إلى المراكز الأولى. تعود الملكية لهجر الشحانية، يقودها المضمر سالم بن فاران المري. والمركز الخامس مشاهدينا الكرام، غدمت بهذه اللحظات ذكرى تصل مع المركز الخامس. ذكرى أو فكرة، لكن كما مدون ذكرى. تعود الملكية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، يقودها المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. تصل لأول نداء مع الأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة مشاهدينا الكرام، أعود والعود أحمد إلى المقدمة لأتابع النجمة الكبيرة، النجمة الساطعة مع أول المراكز، مع البيج ستار. الله، يا تحذير على الصدارة منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهي متحملة المسؤولية، غائدة للأسماء، متواجدة على قلب الحدث مع المركز الأول. ولكن أتابع من انطلقت بهذه اللحظات من الجانب الأيمن، ولكن ما زال التحذير، وانطلقت الدرعية، غيرت أمور الصدارة، غيرت أمور المقدمة لتقود الأسماء وتنطلق مع أول المراكز.
كما سحبت البساط من تحت أقدام تحرير، ولكن غادمة أيضا جوري قادمة. إذا تحرير تعود الملكية لهجرة الشحانية المضمر الذهبي سالم فاران المري. كيلو الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو الامتاع. المركز الأول مع أيضا انطلاق الدرعية لهجر الشحانية مع الذهبي سالم فاران المري. ولكن تحذير ما زالت في الصراع والنزاع، ما زالت تنازع وتصارع من أجل أول المراكز. مع المركز الثاني هجر الشحانية من تمتلك الثنتين، ولكن الثاني يقودها سلطان بن محمد الوهيبي عمل التضمير. إذن الناموس واحد، ناموس لهجر الشحانية مع المركزين الأول والثاني، ولكن باختلاف المضمرين سالم فاران المري، سلطان بن محمد الوهيبي. إذن الهدف واحد، المعنى واحد، وهو جلب الناموس لهجر الشحانية. وأيضا جماهير وعشاق هذا الشعار يتابعون ويتطمنون بتواجد هذا الشعار بانطلاقاته وبثبوته مع المراكز المتقدمة. انطلقت بهذه اللحظات الدرعية، تقدمت إلى خط النهاية، وأيضا وقف خط النهاية حبا وعشقا لهذا الشعار ولهذه البطلة المتواجدة مع المركز الأول. نتابع من كاميرا البرج انطلاقة الدرعية ولحظة قدومها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس الثاني والتبركات الشحانية، والثاني المضمر سالم فاران المري. المركز الثاني نتابع من وصلت على ذلك المراكز ذكره لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان مركز الثالث، تحذير وما قصر تحذير لهجر الشحانية المركز الرابع، المتحدة لهجر الشحانية المركز الخامس. كان الوصول من قبل شديدة لهجر الشحانية. تابعنا معكم هذه المنافسة، تابعنا معكم هذه الانطلاقة، وشاهدنا سويا انطلاقة الدرعية. من فازت بهذه الانطلاقة وحققت أول المراكز بهذه المسيرة بتوقيت زمني وقدر، نتابعها ولحظة قدومها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس. التوقيت الزمني للحظة وصول الدرعية إلى خط النهاية 7:58 33 جزء من الثانية. الثاني تبريكات لهجر الشحاني، والثانية للذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني وصلت ذكرى على المركز الثاني بتوقيت زمني وقدره 8:04 أو 8:05 جزءا وحيدا يتيما من الثانية. الثاني التبركات لهجر الشحانية، أو الثاني التبركات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، والثاني المضمر سلطان أو سعيد بن مبارك الوهيبي من قدم لنا ذكرى على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من قبل تحذير 8:06:65 الثاني والتبريكات نزف وليد الشحاني، والثاني موصول مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وصلنا إلى الختام، ختامها مسك مع سن اللقاية وسلسلة الستار لهذا السن، ونذهب بحضراتكم لنستجول معكم أسماء الفائزين المتوجين في هذه الفترة المسائية. حضرت التماس وحضر شعار هجر الشحاني في أول أشواط سن اللقاية البكار بتقديم المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، له التهنئة على هذا الفوز المستحق. وأتى وزان في أول أشواط القعدان برقص جميل على أرضية هذا الميدان بشعار هجر الشحانية. نهني سلطان الوهيبي من قدم لنا وزان، وكذلك تواجدت محبة في شوطنا السابع لتتابع مسيرتها الحافلة ومسيرة شعار هجر الشحانية. نهني هجر الشحانية وتهني سلطان بن محمد الوهيبي بتوقيت مميز 7:43 15:05. إذن هذه الأسماء أمام أعينكم عبر شاشات قناة البدع لمن يتابع ويشاهد هذه الأسماء المميزة المتوجة في هذه الفترة المسائية. إذن تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة البدع الفضائية، وتقبلوا تحيات المخرج علي بن محمد بوشارب وأحمد السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بحفظ الله ورعايته في لقاء بإذن الله تعالى في يوم الغد مع منافسة سن الإجذاع في تمام الساعة السادسة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو بلازم عاد عندك